والآن مع جولة سريعة نتعرف فيها على جمهورية باكستان، سادس أكبر شعوب في العالم. نذهب معكم في رحلة عن كثب لهذا البلد العريق في جنوب آسيا مع سلطان البادي. المطبخ الباكستاني في رمضان بخبز التميس، وهو أحد أشهر أنواع الخبز الباكستاني، والبرياني الذي يختلف مذاقه بين منطقة وأخرى ليكون أحد أهم الأطباق الرمضانية في باكستان. تتابعونا بعد الفاصل. أمير كرارة يعيد للمصريين ذاكرة المنسي، وصبا مبارك تعود إلى الدراما البدوية. وتتابعون أيضا من الطب الإغريقي، ليصبح غذاء الفقراء وصولا إلى أرقى المطابخ العالمية، الكرنب أو ما يعرف بالكيل طبق اليوم.